قلوب اخضر فوق حضرتك، من يشتعل هذا القلوب الاخضر انت تحكي، ومن يطفى انت تسكت. شنو ترافيك لايت؟ لا العفو، هي هاي سياسه المطعم. وقلوب احمر فوق حضرتك، تمام، من يشتعل الاحمر انت تحكين، ومن يطفى الاحمر انت سكتين. وبهاي الحاله راح نحافظ على النقاش الهادئ بين الزبائن. انا موافق. تمام، يعني لازم نلتزم بدني قلتهن؟ لازم، سياسه ايه؟ مطعم هاي. الاحمر الك والوقت محدود، تفضلي. امك ما ريتها تفوت بعد البيت، لان كل ما تجي البيت يحترق فشي وتصير مشكله. اختك خيطت خمس دشاديش، وزعت الخواتك ووزعت مرت اخوك الي، ما طتني ولا وحده. اخوك داوود فات مني 6 مرات وما سلم علي. انت 7 مرات رحت للمول اللي فتح براس شارعنا وما اخذتني وياك ولا مره. ما علمتني سياقه لين ملتهي تاكل وتنام. صديقاتي كلهم صاروا عندهم سيارات واني ما عندي ولا سياره. انا كل شيء ما عندي، خالتك من تجي كل اشياء كابتن. كابتن تعال يابا. نعم. شو انا ما حكيت؟ هذا يمكن الضوء الاخضر احترق. شنو؟ ممكن تتبادلون بالاماكن؟ لا 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 لا، نتبادل لا، لا اريد احشر بقلبي، لا اريد اكمل. هذه كانت بس عناوين، بعد اكو داخل كل موضوع تفاصيل. لا لا نبدل نبدل. سيد الله يخليك، القلوب الاخضر احترق فلازم تبدلون بعدين. ايه؟ هاي سياسه مطعم. يلا انا لازم احكي. يلا يلا سيد قوم. يلا تفضل استاذ. هذا طلع بقلبي. اقعدي اقعدي. عدنا عيني. شوفي ايه الحمد لله. أشي. الاخضر اشتغل. تفضل سيد. انا ما حكيت. سياسة مطعم هاي، آسفين. تفضلي سيد. سوالفك مالات الفيسبوك والبنات اللي تعرفن هذه تبطلها. الباسورد مال الموبايل يتغير كل 3 أيام، أول ما لجح أو كتب الورقة همينة تبطلها. الدليفري اللي تودي لأمها كل فلوس تصرفها على لك همينة هذه تبطلها. يا بدول من طيح الله حظكم على هالسياسة مال المحل. ألغي.